فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أديت عمرة لأول مرة في حياتي، وعندما ذهبت إلى الحلاق حتى أقصر شعر رأسي أخذ المقص وقص بعض الشعر وترك بعضه وقال لي إن هذا كافي، فهل عمرتي صحيحة؟ عمرك صحيحة، لكن أكمل التقصير على عموم الرأس، أكمل، ما فات شيء، تعيد عليك ملابس الإحرام وتكمل التقصير، ما يكفي الأخذ من جانب فقط. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.